آخر فقرتنا أسرار الملك. يا صفقة ما تمت، مش هطول معاك، لكن تعاقد النادي الأهلي مع بيتسو موسيماني أثار اهتمام واحد من ألمع إن لم يكن أشهر نجوم كرة القدم في جنوب أفريقيا، مكارسي. كان على الهاتف مع قناة أون تايم، نشوف مكارسي قال إيه وبعدين نفتش في دماغ المهندس عادل. يعني أنا عارف إن أنت متابع جيد للكرة المصرية، والنادي الأهلي يعني من الأندية الكبيرة جدا في أفريقيا، كمان بتستعين بمدير فني جديد من جنوب أفريقيا هو موسيماني. رأيك في هذه المسألة؟ هذه خطوة عظيمة جدا، لأن موسيماني كان يؤدي بشكل عظيم جدا مع ماميلودي سان داونز، وأرى أنه أنجح مدرب في جنوب أفريقيا، وأن ينتقل إلى مثل هذا النادي العظيم فهي خطوة عظيمة جدا في تاريخه التدريبي، وأتمنى له أن يحقق نجاح كبير مع النادي الأهلي. الأهلي فريق يحلم بتدريب أي مدرب في إفريقيا، لأن له إنجازات عظيمة جدا، لأن الأهلي له إسهامات كبيرة في كرة القدم المصرية والأفريقية. وبالتأكيد موسيماني أرى أنه مدرب رائع جدا، وأعتقد أنه سيفيد الفريق بالتأكيد، ووجود موسيماني سيفتح الباب واسعا للمدربين الجنوب أفريقيين لكي ينتشروا في القارة الإفريقية وخاصة في مصر، لأن جنوب أفريقيا لديها منافسة قوية في كرة القدم ولديها مدربين رائعين جدا، من الممكن جدا أن يدربوا في جنوب أفريقيا في كل أفريقيا، ولكن للأسف كل مدربي جنوب أفريقيا يدربون في جنوب أفريقيا فقط. أن الدور قبل النهائي للبطولة الأفريقية، أربع أندية: الأهلي، الزمالك، الرجاء، الوداد. شايف الدور قبل النهائي إزاي، وتوقعاتك مين في المباراة النهائية؟ بالتأكيد هؤلاء الفرق الأربعة توضح مدى قوة هذه المسابقة وهذا العيار الثقيل الذي تتميز به هذه البطولة، فريقان من المغرب وفريقان من مصر، بالتأكيد مواجهات قوية جدا وتعبر عن مدى قوة كرة القدم الإفريقية، وأتمنى أن تكون النهائي الأهلي أمام الزمالك، لأنني ولا أستطيع أن أشجع أي منهما، ولكنني أعرف أنهما فريقان كبيران، وعلى الرغم من ذلك أرى أن فرصة الأهلي لديه فرصة رائعة جدا، وخاصة أن قلبي معهم لأن معهم موسيماني في الوقت الحالي، والأهلي لديه الخبرة في الفوز بالبطولات، وموسيماني فاز بدوري أبطال إفريقيا من قبل، ولاعبي الأهلي يريدون أن يثبتوا قدرتهم ومكانتهم في القارة الإفريقية. إن هذا النجاح أراه موجودا في الأفق. أرى أيضا أن الزمالك أيضا فريق قوي جدا، ومن الممكن أن يحقق البطولة، إلا أنني أفضل أن يكون الأهلي، لأن الأهلي لديه يبدو أنه هو الفريق الأقوى على مستوى القارة، ولكن هذا الدور نصف النهائي دور قوي، وأرى أن وأتمنى أن يكون النهائي بين الزمالك والأهلي، والأهلي يفوز لأن الأهلي سيدرب أو يدربه فريق مدير فني إفريقي. مكارسي، وكلام رائع جدا عن الأهلي العظيم على حد وصف
ليه، لكن ده صفقة ما تمت. كاد ايه بقى واقترب ان يلعب للنادي الاهلي. اقترب في سنة 97 الكابتن صالح فوجئت بيه، قال لي يا عادلي روح احضر بطولة افريقيا للناشئين 19 سنة، و عايزين نبتدي من بدري كده ننقي حد منهم يعني كمواهب صاعدة قبل ما اسعارهم تضرب يعني. رحت وكانت في المغرب البطولة دي، لعبها كابتن سيد عبد الحفيظ. فانا رحت وتابعت البطولة وبقيت احضر كل الماتشات، وكتبت تقريري. لفت نظري بندكت مكارسي، وبندكت مكارسي كان هو رقم واحد بالنسبة لي. طلبت ان انا اقابله، رئيس البعثة قال لي بعد الفاينل، هم وصلوا فاينل مع المغرب. وبعدين قابلته ونزلت في الملعب وقابلته. تلعب للاهلي؟ قال لي يعني عرفته بالاهلي، قال لي طبعا. اداني نمرة رئيس النادي، كلمت رئيس النادي فعرضت 180 ألف دولار ووافق على 250 ألف دولار، ولكن للأسف أياكس نط في الصفقة وصلها ل 900 طبعا وصلها ل 900 ألف دولار. وبعد كده هو اتباع لسالتا فيجو في نفس السنة ب 7 مليون دولار. دي كانت صفقة ما تمت. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا. على خير، نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.